فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أمتلك أرضا وقد اشتريتها قبل 7 سنين بمبلغ وقدره 1,000,000 ريال، وقد عرضتها للبيع وزكيت عنها لمدة 2 سنين، وبعد ذلك لم أملك مالا من أجل إخراج الزكاة عنها، يقول: وقيمتها الآن تساوي 700,000، يقول: ما الواجب علي في ذلك؟ الواجب عليك زكاتها في كل سنة بما تساوي، تقدرها كل سنة بما تساوي وتزكيها، وكونك ما زكيتها لأن ما عندك نقود تثبت الزكاة في ذمتك، دين، تثبت مقدار الزكاة دينا في ذمتك تخرجه إذا أيسرت عن السنوات. وأما في السنة الأخيرة وأن قيمتها هبطت، أنت تزكي سعرها، تزكيها بسعرها الحالي. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.